هناك العشرات من الشهداء. لا يخشو أحدا في يوم غد يصادف 17 من نيسان، وفي كل عام نحيي هذا اليوم مع كل جماهير شعبنا الفلسطيني وإحرار العالم، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة جميعاً أو في مخيمات اللجوء والشتات أو في العديد من عواصم العالم. لذلك كان التوجه عندما عقدنا هذا الاجتماع بأن تكون هناك رسائل واضحة تماماً بأن هذه الفعالية ستجري في كل محافظات الضفة الفلسطينية، وهذا ما جرى من خلال برنامج المعلن، حيث أن يوم غد سيكون في كل المحافظات على الساعة 12 فعاليات جماهيرية وشعبية وكفاحية، يمكن الوحيد ريحة الساعة 11 قررت. وأيضا سيكون هناك في لبنان في مخيم عين الحلوة، في الرشيدية، في مخيمات اللجوء، في سوريا وفي العديد من عواصم العالم إحياء لهذا اليوم الذي نؤكد على صمود أسرانا ومعتقلين الأبطال الذين تعرضوا إلى كل محاولات كسر هذه الإرادة التي لا تلين لهؤلاء الأسرى المعتقلين. من هون نوجه كل التحية لهذا الصمود الذي يشكله أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، والذين يواجهون أبشع هجمة فاشية عنصرية على مدار سنوات الصراع مع هذا الاحتلال المجرم. والتحية لغزة النازفة الجريحة الصامدة الصابرة في مواجهة حرب الإبادة، والتحية الكبيرة لكل المقاومين في فلسطين إذ يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة في كل مكان. هذه الحرب تتخذ صوراً وأشكالاً مختلفة، مركزها في قطاع غزة، ولكن امتداداتها وأشكالها الأخرى في كل مكان في ساحة السجون. وبات معلوماً للجميع حجم الجريمة المقترفة هناك، إذ ارتقى العديد من الشهداء 16 شهيداً نعرفهم بأسمائهم، وهناك العشرات من الشهداء من أبناء غزة الصامدة الشامخة الذين قتلوا بدم بارد وتمارس بحقهم سياسة الإخفاء القسري التي هي مصنفة باعتبارها جريمة من جرائم الحرب. تحية للمقاومين أيضا في مواجهة قطعان المستوطنين الذين باتوا مدججين بالسلاح بتعليمات وتوجيهات من الحكومة الفاشية الصهيونية المجرمة. نضالنا كل متكامل لا يجزأ، فكل من يقاوم هذا الاحتلال وسياساته كل ذلك إنما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الذي يكافح منذ 76 عاما في مواجهة أبشع احتلال. إن الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق شعبنا غير مسبوقة وبحق أسرانا، فنحن نتعامل مع دولة الاحتلال بنسختها الجديدة، برؤيتها الجديدة، استراتيجيتها الجديدة. يعني نحن أمام حقبة جديدة من الصراع مع هذا الاحتلال. هذه الدولة التي تقودها طغمة من الفاشيين الإرهابيين الذين يجاهرون ليل نهار ولا يخجلوا ولا يخشوا أحدا في تشريعهم لمسلسل الجرائم، سواء كانت على شكل ذبح وتدمير وقصف وتجويع وحصار، أو ما يتعرض له الأسرى داخل معتقلات الاحتلال من سياسات. يعني نترحم على أرواح شهدائنا جميعا من أبناء الحركة الأسيرة، وآخرهم القائد والمناضل والمفكر الرمز وليد دقة الإرهابي بن غفير. يعني لا أعرف كيف إذا كان مضطرا أن يقول ما قال، ولكن كل وعاء بما فيه ينضح. الذي تمنى لو أن الشهيد وليد قد مات بالإعدام وليس ميتة طبيعية. بالمناسبة هو لم يمت موتا طبيعيا، هو قتل قتلا بطيئا جراء هذه السياسات. لـ9000
و300 أسير وأسيرة فلسطينية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وإلى أكثر من 8300 أسير فلسطيني تم اعتقالهم في محافظات الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر، وأكثر من 2000 معتقل من قطاع غزة في أوضاع كارثية وصعبة، ولا يستطيع أحد من كل المؤسسات التي تدعي بحماية الأسرى والتي تتشدق بمواثيق جنيف الثالثة لحقوق الأسرى والمعتقلين داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية من زيارة أسير فلسطيني أو أسيرة فلسطينية واحدة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، وعلى رأس هذه المؤسسات الحقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، هذه المؤسسة التي عمرها 160 عاما والتي يجب أن تأخذ دورها وتتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من انتهاكات بحق الإنسان الفلسطيني خارج السجون وبحق الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية، هي لم تقم بأي مسؤولية تجاه ما يجري بحق أسرانا. وفي ظل هذه الظروف الكارثية والحياة البدائية التي يعيشها الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، 16 شهيدا منذ 7 أكتوبر، هذا العدد كبير جدا إذا ما قرن بعدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67، وكذلك ارتفاع أعداد الأسرى المرضى وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين، 3660 معتقلا إداريا بينهم أكثر من 40 طفلا معتقل إداري وأكثر من 19 فتاة وامرأة حولنا للاعتقال الإداري. هذه السياسات وهذه العقوبات الجماعية والانتقامية التي تنتهجها حكومة الحرب الإسرائيلية وعلى رأسها ابن غفير وإدارات مصلحة السجون والاعتداء على الأسرى وامتهان كرامتهم وتعرضهم للضرب على كافة أنحاء الجسد، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء العديد منهم شهداء بفعل عملية الضرب. من هنا نحن نتوجه إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني بمختلف ألوانهم وأطيافهم السياسية، إلى متى سينتظر شعبنا الفلسطيني بكل مستوياته الرسمية والشعبية والأهلية على الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأسرى؟ هل ننتظر إلى أن يأتي أبناءنا في توابيت جماعية من داخل السجون الإسرائيلية؟ إلى متى سنتحرك من أجل الأسرى وكرامتهم؟